لاعب النادي الأهلي حسين عبد الغني أكد أن مواجهة الوصل في الذهاب ستكون قوية وصعبة، متوقعا أن يتم حسم التأهل في ملعب الجوهرة إيابا. أكيد المباراة صعبة، يعني فريقين كبار الأهلي والوصل، أتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله للفريقين بإذن الله تعالى. وفي الأخير زي ما قلت إحنا أخوان، يعني تنافس داخل الملعب بس، أتوقع ومن جماهير الوصل طبعا أكيد، يعني أتوقع إن المباراة حتكون جماهيرية سواء هنا ولا في إن شاء الله. صعب تتوقع، أتمنى طبعا نحسم هنا، لكن أنا أتوقع إنه صعب يعني للفريقين، أتوقع في المباراة الثانية حيكون الحسم إن شاء الله.